الجمهوريات الحيوانيه. سيادتك بص، احنا ازاي التوافق بتاعنا الميزانيات بتاعتنا على مستوى الجمهوريه وكل الناس. انا لسه مورين صور من قبل الاطباء هنا في القبضه الشرقيه بانيه في المجرى المائي، هتتزال. مفيش حد فوق القانون، لا جهه سياديه ولا جهه امنيه ولا نقابه ولا كله مفيش. زي ما بنتعامل مع المواطن يعني على المجرى المائي خط احمر للجميع، لكل الدوله، لكل الدوله هتطبق القانون. وزاره الموارد المائيه هتطبق القانون بكل قوه وبكل حزم بالتنسيق مع الساده المحافظين، لانه يعني بيبذلوا مجهود كبير جدا.